سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي بخير. اليوم غنقدم لكم تحليه بارده بالليمون، كتجي زوينه في هذا الصهد. دابا غندوز المكونات. غادي نحتاجو 250 غرام ديال البسكويت مطحون، سيتر ديال الحليب، 3 الكيسان ديال الليمون، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، جوج معالق كبار ديال سكر سنيده، 3 المعالق كبار ونص ديال النشا، واحد فلون ديال البنان. غناخد البسكوي غنخوي عليه معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، ونخلطهم مزيان. دابا من بعد ما خلطتهم غنفرقهم على الكيسان، دابا غادي ندوز للطبقه الثانيه. غندير معلقه عامره ديال السكر سنيده، معلقه ونص ديال النشا، غنكبر لهم شويه ديال الحليب، تنخلطوهم مزيان باش ما تكللش لينا النشا. عاد نزيدو الكمية المتبقية من الحليب، غنخلطهم وغنديرهم على النار حتى يعقد. ها هو دابا بدا كيعقد، من بعد ما يعقد غادي نخويه في الكيسان. دابا غنكبو في الكيسان، دابا غنديرهم في الثلاجة يشدو في راسهم واحد 10 دقائق بينما نصايب الطبقة الثالثة. في الطبقة الثالثة غادي نحتاج واحد فلون، معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، جوج معالق كبار ديال النشا، غادي ندير واحد الكاس ديال الليمون حتى نخلطهم مزيان. من بعد ما خلطتو مزيان غنزيد الليمون اللي باقي
ونخلطهم. بالنسبة لسكر سنيدة ممكن نزيدو في الكمية على حسب الحموضة ديال الليمون، إذا كان حامض ممكن نزيدو معلقة أخرى. دابا غنديرو فوق البوطة حتى يعقد. ها هو البنات دابا بدا كيعقد. دابا من بعد ما عقد غادي نخوي على الطبقه الثانيه وغنخليها تدفى واحد شويه، من بعد غندخلها للثلاجه باش تبرد. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه من بعد ما بردات، كتجي بنينه ومنعشه في هذا الصيف وسهله في التحضير. وجربوها غادي تنال الاعجاب ديالكم.